السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غالة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كما تشوفوا البنات، اليوم غادي نحضروا مع بعض حلوه الزهره في السيليكون. هذا المول خرج جديد، راه يتباع في الاسواق، ولكن هنا محطيش عمل فيديو تاع هذه الحلوه في اليوتيوب، ولكن اليوم غادي نعطيكم لمستي الخاصه والوصفه تاعي اللي مولف نستعملها في السيليكون، تي شابه بزاف. بالنسبه للمقادير البنات، هنايا عندنا 125 غرام زبده طريه على حسب حراره الغرفه. عندنا البنات هنايا قرصه تاع لا ربع كاس تاع شيكخ كلاص، حوالي ملعقه كبيره تاع شيكخ كلاص، نرغوها هنا في الزبده تاعنا. عندنا لافاني، عندنا قرصه تاع ملح. بالمناسبه البنات، هذه الحلوى ما فيهاش البيض، هنايا بالك تشوفوا البيض ما درتش تقولوا ما درتيش البيض، هنا ما فيهاش البيض البنات. هنا البنات عندنا كما تشوفوا هذا الكاس، انا دايرته نص كاس تاع كاطو بيمو ولا اي كاطو نوع اللي تستعملوه في المنزل ولا تاع الكاطو اللي تحبوه. هنا راه مطحون، نزيدو نديروه فوق الزبده تاعي. وبهذاك الكاس اللي موالف نستعملوه، عندنا هاني البنات نصف كاس تاع مايزينا، هنا غادي نعبر. وعندنا نصف ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، هنا غادي نوضعها مع المايزينا. عندنا هنا البنات حوالي كاس تاع الشاي، جنجلان محمص. هنا اللي تقدر تغير الجنجلان، ما تحبش الجنجلان تقدر دير كوكا ولا لوز ولا اللي يكون عندك موجود من اي نوع من المكسرات. انا استعملت الجنجلان، بغيت ذوق تاع الجنجلان، هنا راني محمصاته البنات. واش نديرو هنا؟ نخلطوا الزبده مليح مع الشيخ كلاص وهذاك البيمو اللي كنت طحنته بهذه الطريقه. ندخلوا مليح المكونات مع بعضها البعض، تتولي على شكل كريمي. الحلوى اقتصاديه البنات وبنينه بزاف، تقدروا ديروها في العيد، تقدروا ديروها في اي مناسبه. نديروا هذاك الجنجلان تاعنا اللي كنت حمصته من قبل وخليته برد، ندخلوه مليح في الزبده. نزيدوا المايزينا مع لا ليفور اللي كنت وضحت نص ملعقه صغيره، ونزيدوا عليها الفرينه. هذه الطريقه الفرينه هنا نديروا غير بالتدريج، تلموا العجينه تاعنا مليح. هذه الطريقه البنات، العجينه تاعنا ما تجيش قاصحه، لازم تجي شويه طريه. كما نعرفوا دائما الحلوه تاع السيليكون اللي نديروها في المول تاع السيليكون ديما خلوها شويه طريه باش تجينا خفيفه وبنينه، ما نقصحوهاش بزاف. نزيدو شويه تاع الفرينه، هنا بعد ما لميت العجينه البنات ها هو الشكل تاعها، تجي شويه طريه. واش نديرو البنات؟ نحكو المول تاعنا. انا هنا نشعل الفرن البنات، درجه الحراره 160 درجه حتى 180 على حسب نوعيه الفرن اللي عندك. هنا نديرو دي بول كيما كتشوفوا البنات بهذه الطريقه، على حسب الحجم تاع المول اللي يكون عندك واللي تستعمليه. نضغطوا عليها هنا البنات كيما كتشوفوا بهذه الطريقه في المول باش يخرج لنا لافا بهذه الطريقه. لا ما تخافوش البنات، باسكو لا ليفور ماناش دايرين بزاف، رانا دايرين كميه قليله باش تعطينا ديك الخفوفيه ديك الطراوه تاع الكاطو. انا هنا غادي نكمل كامل الحلوى اللي راها عندي ونديرها تطيب في الفرن. بعد ما تطيب نتلاقاو من بعد باش نوريكم التزيين تاعها كيفاش زينتها. كما كتشوفوا البنات، هنا الحلوى تاعي راها طايبه، هنا بعد ما طابت وبردت هاو الشكل النهائي تاعها. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله البنات. هنا كي نحوها من الفرن نخلوها شويه واحد الثواني، بعد ثواني برك عاد باش نديمولوها. هنا المول اللي استعملت به نظفته من الحلوى، ها هو عندي البنات. هنا الشوكولا ذوبتها في حمام مائي او في الميكرووند، ما زدتها اي اضافات. وعندنا هاد الحبيبات تاع الشوكولا راهم يتباعوا في الاسواق، الشكل تاعهم على شكل كل حجره كما تشوفوها. هما هنا التزيين اختياري، ديما نعطيكم لمستي وانتم التزيين اختياري. وعندنا نيسلي كراميل، ها هو البنات اللي دارتها في بوشادوي. دوك هنا نفتحها باش نزينو مع بعض الحلوى تاعي. نبداو التزيين على بركه الله. هنا واش نديرو البنات؟ هنا نحكمو كميه من الشوكولا كنت سبق وحضرتها معكم في مول سيليكون، يعني حلوى الزهره تاع السيليكون. هنا نديرو كميه قليله برك البنات، ما نعمروش حتى
يدفق لنا الكاطو تاعنا. هنا نديرو شويه بالملعقه ونقدبو الحبه تاع الكاطو تاعنا، نحطوها في المول اللي كنا طيبنا فيه الكاطو تاعنا، نضغطو غير شويه البنات بهذه الطريقه حتى الشوكولا نشوفوها طلعت في الحواشي كما كتشوف. هذه الطريقه نعرفوا بلي الحلوه تاعنا تغلفت البنات. انا كمل كامل الكميه اللي راها عندي تاع الكاطو، بعد ما نديروها في الثلاجه تبرد، بعد ما تجمد نديمولوها البنات عادي ونعمروها في الوسط بالنسلي كاراميل، نزينوها بحبيبات الشوكولا. البنات انا هنا غادي نكمل التزيين تاعي، نتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي تاعها في صحن التقديم. كما كتشوفوا البنات الوصفه تاع نهار اليوم راهي واجده في صحن التقديم، هذا هو الشكل النهائي تاعها. بعد ما بردت البنات ودرت لها الشيكولا كما وريتكم، خليتها جمدت وزينتها في الوسط بالنسلي كراميل وزينتها بك الشوكولا اللي وريتها لكم قبيله. هذا هو التزيين تاعها، هنا تزيين اختياري، تبغوا تزينوها كما تحبوا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتنجحوا فيها. دوك ما بقى لي غير نقول لكم البنات اللي عجبتها الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساش دير جيم لا فيديو، تضغط على زر الاشتراك لياتي لكم كل ما هو جديد. تهلاو في روحكم البنات، تلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.